ناخذ ثيرد اوردر سيستم. هلا هون ان شو صارت؟ 3. هلا هون صار السيستم ممكن يصير انستيبل اذا فيش زيروز. ناخذ مثال، مثلا خليني افترض انه اف اس بتساوي 1. ناخذ مثال بسيط اس بلس 1 اس بلس 2 واس بلس 3. ايش البولز تبعت هذا السيستم الاوبن لوب سيستم؟ ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3. بسيط جدا، سيستم بسيط جدا. لو رسمنا الاوبن لوب بولز تبعته راح الاقي انه عندي بول هون بول هون وبول هون. هذول اوبن لوب بولز. ماينس 1 راديان بير سكند، ماينس 2 راديان بير سكند، ماينس 3 راديان بير سكند. اللي راح يصير عندي الان بالحاله هاي راح يقتربوا هذول التو بولز من بعض، وهذا البول راح يبتعد في هذا الاتجاه، وهذول التو بولز راح يتحركوا في هذا الاتجاه، وهذا راح يتحرك في هذا الاتجاه. اذا هون ممكن السيستم يصير انستيبل. اذا القاعده بتقول اذا كان ان نمبر اوف اوبن لوب او نمبر اوف اوبن لوب بولز m number of open loop zeros n minus m هي اللي بتهمني. n minus m اذا كانت n minus m اقل من 3 عمر السيستم ما راح يصير unstable. اذا هاي نقطة مهمة. n اللي هو عدد، اذا n هي الاوردر لمين؟ لاي بولينوميال؟ للدينومينيتر مش هيك؟ و m هي الاوردر لمين؟ للنيومريتر، عدد الزيروز اللي موجودين. بالحالة هاي قديش n ماينس m؟ m 0 بالحالة هاي مش هيك؟ n 3 n ماينس 0 3. اذا ممكن السيستم هذا يصير انستيبل، وهي واضحة. هاي النقطة كيف ممكن الاقيها؟ كيف ممكن الاقيها يا عبد الله؟ النقطة هاي اللي انت السيستم بصير انستيبل بطريقة سهلة اخذناها. لا طريقة سهلة اخذناها، الراوث. مش اخذت الراوث؟ بطلع البولينوميال اللي تحت اللي بصير عندي البولينوميال وبعمل عليه راوث كريتيريا، بيطلع معي هاي النقطة، هي النقطة اللي عندها، وبدي اطلع طبعا قيمة كي عند النقطة هاي اللي بتخلي السيستم هذا انستيبل. لاحظوا كل نقطة من النقاط هاي على روت لوكس. طبعا انا هون بدي خلينا اكبر هذا الخط عشان يبين انه هو روت لوكس. كل نقطة من النقاط على هذا الروت لوكس فيها قيمة لكي، مش هيك؟ قديش قيمة كي في البداية؟ زيرو. في النهاية؟ انفينيتي. بوصل لانفينيتي، في 3 زيروز، كأنه في 3 زيروز بالانفينيتي بيستنوا. كأنه لكل سيستم في n بولز في n زيروز، بس جزء من الزيروز هذول ايش؟ فاينايت، وجزء انفاينايت. بالحالة لما تكون m 0 وعندي n 3 معناها كم انفينيت زيرو عندي؟ 3، وهذول رايحين على الانفينيت زيروز. لو كان عندي 1 0 هون بيكون واحد من البولز راح ينتهي بواحد من الزيروز، والبولز الثانية الاثنين راح يروحوا على التو زيروز اللي موجودين بالانفينيتي. وهون واضح طبعا انه السيستم هذا راح يصير عندي انستيبل عند النقطة هاي. بدي الاقي قيمة كي، إذا لقيت قيمة كي السيستم بصير عندها انستيبل شو لازم أعمل؟ بنوصل وبصيرش حتى أحطها هي، لازم يكون أقل منها، يكون عندي مارجن، بدي أبعد شوي عن هذه القيمة تبعت كي اللي موجودة هون. لكن أنا هدفي مثلا فرضا نفس الشيء، بدي أحقق أوفر شوت معين، شو بعمل؟ بجيب بيتا من هون. وين بجيب بيتا يا عبد الله؟ من زيتا، وزيتا زيتا بتجيني من الاوفر شوت. الاوفر شوت بعطيني زيتا، وزيتا بحسب منه بيتا، بتطلع مع الزاويه هاي، تكون هاي النقطه اللي بتحقق لي الاوفر شوت المطلوب، والسيستم لسه طبعا ستيبل في الحاله هاي. تحرك هذول التو بولز هون هيك، وهذا البول راح يتحرك باتجاه ماينس. طيب لو هذا السيستم نفسه صار عندي ام هلا 1، يعني لو جينا على هذا السيستم الان ضفنا هون 0، خلينا اقول ضفت 0 على 5 اس بلس 5، شو السيستم هذا صار ان له؟ ان 3 ام 1 ان ماينس ام صار 2. اذا هذا السيستم مستحيل يصير
unstable لو زيدت k. اذا وين راح يصير عندي الزيرو؟ خلينا نرسم الرسمه الجديده الان لهذا السيستم. عندي هاي اول بول، ثاني بول، ثالث بول، وهي الزيرو. اذا متذكرين الزيرو بنرسمه ب دائره. هلا هذول التو بولز راح يقتربوا من بعض وراح يطلعوا لفوق، وهذا البول وين راح يروح؟ راح ينتهي على في له زيرو، فهذا راح ينتهي على الزيرو اللي موجود هون على الفاينل زيرو. في كمان تو زيروز بالانفينيتي، هذول الاثنين راح يقتربوا من هون، واظن انه الرسمه بتطلع معنا شيء زي. اذا هذا واضح انه السيستم ما ممكن يصير انستيبل. مين اللي خلى، مين اللي ضمن لي ستابيليتي؟ اضافه البول اللي موجود، اضافه الزيرو عفوا، او الزيرو اللي موجود كان اصلا في الترانسفير فانكشن موجود هون. ان ماينس ام هون اقل من 3 لانه ان ماينس ام صارت